اليوم قررت أطلع بروحي إلى مدينة لندن وأستكشفها، وكسائح عشان تتعرف على معالم لندن راح تكلفك شوي. في فيديو اليوم راح أتفسح مثل ما يقولون ببلاش أو بميزانية منخفضة. هل راح أقدر؟ خلونا نشوف. اشتركوا بالقناة إذا مو مشتركين، وخلونا نوصل لـ200 ألف مشترك بإذن الله، وتابعونا على إنستغرام لأني أنشر يومياتي هناك. السلام عليكم، تحياتي لكم من مدينة لندن. اليوم قررت أطلع بروحي أستكشف لندن بكبرها بروحي، وما عندي أي شيء، لا معلومات ولا أعرف حد، فبصير المدينة بستكشف الأماكن السياحية، الأماكن الرخيصة، الأماكن الشعبية، فبأخذكم وياي إن شاء الله، بتكون رحلة طيبة من دون ما أضيع ولا أي شيء ولا أي مشاكل إن شاء الله. تعالوا ويانا نعرفكم على مدينة لندن وتعرف عليها أنا بعد. طبعا أنا سألت وايد عن أسعار الباصات وكيف أشتري الكارت وكيف أسوي هذا، فأكثرهم يستخدمون بطاقة البنك، يعني بطاقة بنكك بس تضغط عليها وتدفع. وأتوقع باصات لندن الحمراء هذه كم؟ 2 باوند أتوقع، فبتشوف لين لندن أسعار زينة، يعني لا بأس، يعني مو برخيص وايد. الربع أنا مو مصدق أنا في باص لندن اللي أنا أشوفه وأنا صغير، يعني هالباص أشوف في كل مكان، في التلفزيونات، في المسلسلات. بدأ استخدام حافلات لندن الشهيرة في عام 1829، أي قبل 192 سنة، ومن وقتها أصبحت الحافلات الحمراء ذات الطابقين رمزا خاصا بمدينة لندن. اليوم أنا جالس في باص لندن الشهير طبعاً، وتشوف مناظر المدينة كلها. خلونا نسوي تحدي صغير، يعني أشوف الأماكن السياحية أو الأماكن الحلوة في مدينة لندن بأرخص التكاليف، يعني ما بصرف وايد وبنشوف أماكن. الحين أنا أول شيء يعان صراحة، أول ما أنزل بدور لي على مطعم مكان أكل فيه بس نتغدى. وصلنا لندن بريدج الربع، على أساس إن لندن بريدج ما أشوف أي بريدج ولا جسر ولا شيء، بس مدينة صاخبة يا الربع، أحس كأني جيت نيويورك، منهاتن، هالمدن الأمريكية الصاخبة والزحمة والصراخ. يلا بسير استكشفها، أول أهم شيء أنا يوعان لازم أسير أتغدى وأدور لي في مناظر حلوة الصراحة، والمدينة زحمة. زين، المهمة الأولى حصلت مطعم يبيع فلافل، ما أدري عاد هذيل إذا عرب، شكلهم عرب، لأن الفلافل ما أحد يسويه إلا العرب، خاصة السوريين القريبين على قلبي. فبنشوف أسعاره، أهم شيء سعر رمزي، سعر زين. هلو هاوية، تحكي عربي؟ عربي حبيبي، تفضل حبيبي. شوف الضيافة، شوف الضيافة يا الربع. تفضل حبيبي، عايزين سندويش فلافل مع عيسى، ماشي، شوية شطة؟ لا بدون شطة. حلمي؟ ايوه ماشي، اعمل لي احلى سندويش فلافل. اعمل لك احلى سندويش فلافل في العالم حبايبي والله. انت من وين؟ سوريين؟ لا انا مغربي. من المغرب؟ من المغرب. مغربي ما شاء الله، الله يحييك. صحيت حبيبي. نجرب الفلافل. الشباب صراحة أول ما عرفوا أني عربي عزموني على المشروب بعد، وكان يبون يعزموني على الأكل، أنا صريت أني أدفع. لذيذ ما شاء الله، الخبز مقرمش، الفلافل حلوة، فلافل بعد شو بتقولهم؟ طعمية. زين يا الربع، سألت واحد من الشباب عن المكان جسر لندن، دلني على المكان وحصلته الحين موجود هناك،
فبصير الحين أول موقع اليوم بنتعرف عليه جسر لندن، تعالوا نراويكم إياه. شعور جميل الصراحة، المنطقة هذه في ممشى هني حلو لين ما توصل للجسر هناك، منطقة حلوة الصراحة مثل ما توقعتها. وهذا هو الجسر بكبره، يا الله. وطبعا الماي شكلها غريب صراحة، تي شكلها وسخ، وانتم بكرامة يعني ماي بواليع ولا شيء، في ماي يطلع من هناك. هذه المنطقة وهذا الجسر، جسر لندن الشهير. والله شيء عجيب يا الربع، أنا هذا اللي يخليني أني أحب الترحال والسفر وهالسوالف. يعني أنا جاي الجسر هذا ما كنت عارف أنه أي شيء. يقول لك الجسر هذا قصته قصة غريبة، يعني النهر هذا كان عنده مشكلة في عبور النهر، ما كان في جسر، ما كان في أي شيء، فقالوا خلاص لازم نسوي جسر بس ما نعرف كيف، فسووا مسابقة يعني أحسن واحد يسوي تصميم للجسر هو اللي يفوز. فوايدين يعني تسابقوا وكل واحد سوى تصميم خاص للجسر وهذا، ففي الأخير واحد سوى أحلى تصميم، وهذا التصميم اللي تشوفونه للجسر هو اللي فاز. A special bridge committee was formed in 1877, chaired by Sir Albert Joseph Altman, to find a solution. More than 50 designs were submitted. A design was not improved until 1884. ومن وقتها بدأوا ببناء الجسر هذا وبنوه، من وقتها موجود هذا جسر لندن. وطبعا بعدها بنوه جسور ثانيه موجوده، انا كنت اتوقع ان هذا الجسر الوحيد. وبعدين حذاله في لندن تاور، هذا اللندن تاور هذا طلع سجن، وطلع كانوا يذبحون الناس ويقطعون رؤوسهم، بعدين يعقوهم وين؟ يعقوهم عند الجسر. It used to be a prison as well. This used to be the communal where people were hanged. Oh. And chopped off like chopped off the head and then throw me and then throw them on the river. On the river. Yeah. So underneath the bridge, yeah, there's a memorial to all the people that died. Really? Yeah. هناك كانوا يعدمونهم هل هناك المكان لندن شو اسمه لندن تاور، بعدين يعقونهم من هناك من الجسر. والله الرجال هذا يخبرنا تاريخ. Do you know anything about the bridge? I do know the, so it goes up. Up. It opens. Yeah, it opens. So up. The boats can come through. So the boats can come through. Really? Yeah, it's still a manual process to open it. Manual? Yeah, like. You mean people do it? Yeah, people have to physically do it. Is this the only bridge this side, or there are others? No, there's bridges all the way. يا جماعة في شيء غريب. في ناس قالوا لي لندن بريدج مو بذاك اللي شفته. لندن بريدج واحد ثاني. هذا هو اللي وراك. هذا هو لندن بريدج الأصلي الحقيقي. مع إن هذاك بنوه قبل. بس هذا يسمونه لندن بريدج، هذاك يسمونه تاور بريدج، أسماء غريبة. أنا بروح تلخبط، يلا نشوف مكان ثاني. أوه. وصلت الحين لمكان اسمه The Monument يا الربع. هذا البرج الطويل اللي تشوفونه فوق، شوفوا طويل طويل يعني جدا. بس يقولون أنه هذا البرج لتخليد ذكرى حريق لندن. شو حريق لندن؟ خلونا نتعرف عليه. حدث حريق لندن في عام 1666 في أحد المخابز في منطقة بودينغ لين، واستمر ما بين يوم الأحد إلى يوم الأربعاء. يقدر عدد البيوت المتضررة من هذا الحريق بأكثر من 16,000 منزل، وعدد الوفيات غير معروف إلى يومنا هذا. بس مكان صراحة برجك يعني كيف بنوا المكان مثل هذا؟ أنا ما أعرف. شيء عجيب عجيب والله. يا باص شوف ايش كبره يا الربع. بني هذا البرج بين عامي 1671 إلى 1677 لتخليد ذكرى الضحايا، ومكتوب عليه كتابات غريبة جدا. يا الله والله يا سبحان الله يا أخي. الواحد يعني يتساءل كيف بنوا مكان مثل هذا، كيف طلعوا كلها طلع فوق. والمشكلة الدرون ممنوع في هالمناطق. ولا كنت طلعت لكم الدرون، راويتكم لندن، بس بيجيبون راسي بيودوني بيت خالتي. اللي ما يعرف بيت خالتي يصير يشوف فيديو سوريا.
أنا كنت أتحرن واحد يشوف المكان هذا من برا، لا طلع في مدخل بعد وفي أسعار، شو تحرون بعد هذا اللي يستفيدون؟ هذا هو المدخل اليوم مسكر طبعا، والأسعار الكبار 5 باوند و40 سنت ما أدري شو يسمونه، والأطفال 2 باوند و70، يعني يستفيدون منها. مكان سياحي بعد، شو مكان تاريخي يقول لك لازم يستفيدون، بس حواليه مباني جديدة المنطقة، بس المبنى هذا تشوفه من يعني لو تشوفه بالدرون بتشوف شيء ثاني. أوه. وهذا هو لندن تاور يا الربع اللي كانوا ساكنين فيه ملوك بريطانيا قديما، وهذا المكان كانوا يعدمون فيه الناس، وعدموا فيه بنت 12 سنة أتوقع، وكان يعقونهم في الجسر هناك، جسر لندن. يعني تاريخ في هالمكان عريق جدا، وهذا القصر له تاريخ عريق. وهني طبعا يشرحون شوية يعني شوية عن التاريخ، شكله هني الدخولية يا الربع. فتعالوا خلونا نسأل عن الدخولية بكم. هلا مدام، how much to go in؟ 30 pounds. okay 30 pounds. thank you. 30 pounds يعتبر غالي الشخص الواحد. لا ليش 30 pounds؟ أنا أستأجر فيها قارب أحسن. يا سلام، كانت جولة جميلة جدا صراحة، جولة كنت يعني أبغي أطلع فيها بروحي أتمشى أشوف المدينة، وفي نفس الوقت بأرخص الأسعار. طبعا دفعت يعني حق الباص 2 باوند وما أدري كم، بعدين تغديت تقريبا بعد 4 باوند، بعد اشتريت لي مشروب ولا شيء، بس أمورك طيبة. واللي يبغى يحلي يصير الأماكن الغالية ويدخل القصور هذه والأماكن السياحية، فلوسك عليك يا حبيبي. أما أنا اليوم تمشيت شفت لندن، شفت الأماكن السياحية، وهذه كانت جولتنا يا الربع. أتمنى تكون عجبتكم، استكشفت لندن وخذيتكم وياي. أتمنى يكون عجبكم فيديو اليوم، لا تنسوا تعطونا آراءكم في التعليقات عاد، واعطونا لايك عشان ينتشر الفيديو أكثر. كان وياكم ناجح، السلام عليكم.